السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فيديو جديد من قناتي أنا أم وسن. شو أخباركم يا بنات؟ إن شاء الله تكونون طيبين بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله تشوفون هذا الفيديو وأنتم بأتم الصحة والعافية. إذا كنتم جداد على القناة لا تنسونكم تشتركون، لا تنسونكم تضغطون على زر الإعجاب. اليوم شوي فيديو منوع، في روتين، في طبخ، فيها سوالف كذا، في مشتريات. أول حاجة بديت بالغداء، بديت أسوي كذا نحمس عيالي يعني الأكل الغداء، فكل يوم واحد منهم يختار الغداء. طبعا هم الصغار يعني بالنسبة، يعني هم مو بصغار مرة لكنهم يعني وسونة وأنس وبراء، وكل واحد عليه يوم يقول لنا وش يبي أسوي لهم غداء. فكان أنس قايل أبي مرقوق، طبعا أنس مزاجه الصعب بالمرقوق، يقول أبي مرقوق من دون خضار. طبعا صعب أن يسوي له من دون خضار، لكني أقلل الخضار مرة عشان بس أخذ من المرقوق اللحم والقرصان يعني مع بعض. طبعا أنا سويت معكم أكثر من مرة يا بنات القرصان، المرقوق والقرصان، فعشان كذا أجيب لكم بس مقتطفات من الغداء، يعني اللي هو نكشن وحط عليها معجون الطماطم، حط بهارات خاصة الكمون، أحب أكثر من الكمون، حط الفلفل هذا عشان يعطي نكهة، حط خضار، ودائما أنا أحب أن اللحم يكون مستوي نص استواء. وبعدين عاد أقطع القرصان. كثير جاني أسئلة على القرصان، أنا أجيبها من قوت محل عندنا، وفي محلات أصلا يا بنات بسواق الخضار اللي بالنزهة الظاهر، قالت لي واحدة عنهم تقول والله يقرصون يسوون لك القرصان وانت واقفة، ما شاء الله عندهم يعني طازجات أكثر حتى من اللي أنا أجيب. تروحي لهم تاخذين لهم يعني الكمية اللي أنت تبغينها. كثير أعرفهم ما شاء الله يشترون كمية كبيرة يحطونها بالفريزر ومتى ما بغى وطلع. وأنا صراحة أحب أجيب كيستين ثلاث كذا أحطهم عندي بالفريزر، وزي كذا طرع علي أسوي أكلة شعبية أطلع منهم، مرة حلوة الفكرة. وبالنسبة للقرصان أنا ما أحب القرصان الناشف، أحس أني ما أضبطه، أحب القرصان الرطب زي كذا. وبس يعني حبيت يعني أجاوب على كثير من الأسئلة يعني اللي جتني، وحابة بعد أجاوب على واحدة من الحلوات اللي تقول بالكومنتات. طبعا أنا يا بنات أقول لكم من ناحية يعني كذا بس بفرفش معكم وأضحك، ولا أنا الحمد لله ما يهمني هذا الكلام. تقول ما تشبعين من الفلوس، القسمان ما يشبعون من الفلوس. من اللي يشبع أصلا من الفلوس؟ كل العالم تحب الفلوس يعني مو بس القسمان. بعدين أنا ما أحب صراحة رأي العنصرية، وما أحب أحد بقناتي يعني أرجو يعني أي أحد يكتب بالكومنتات، أنا ما أحب أبدا العنصرية لا للسعودية بيننا إحنا سعودية ولا حتى للدول العربية. ما أحب التحزب، ما أحب أقول هذه سعودية وهذه أجنبية وهذه مدري إيش. وبنفس الوقت أنا ما أحب أبدا أحد يقول مثلا القصيمية كذا، السديروية كذا، الجنوبية كذا، لا أنا ما أحب هذا الكلام مرة ما أحبه، ولا أحب أحد يقوله عندي. الله يجزاكم خير في القناة، كلنا يعني عبيد لله، وأكرمكم عند الله أتقاكم. وعشان يعني عاد أرد لك يعني كلامك عشان الفلوس، أقول لك يعني الله قال بالقرآن سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، حتى قدم المال على البنون، دليل أنه فتنة وأنه يعني ما في أحد ما يحب المال. الله يرزقني وإياكم وكل من يتمنى الرزق، ويرزقنا حسن التصرف بالمال. إذا الله رزقنا إياه إن شاء الله وبارك لنا فيه، يرزقنا البركة ويرزقنا حسن التصرف فيه. هنا يا بنات أم سويت شابورة، مرة اشتهيت الشابورة، وكذا أول ما تبدأ كذا بس شيء بسيط يبدأ يتغير الجو، نبدأ نشتهي الأكلات الشعبية مرة. قلت اليوم بسويها بالبر، بما أني عندي خلاص باقي شوية من دقيق البر. حطيت كاسين دقيق ما استخدمتهم كلهم، يعني ما شاء الله صار كفة يعني تقريبا كاس ونص. حطيت عليهم ملعقتين بيكنج بودر، حطيت 5 بيضات، بعد 5 بيضات دولي كبار، وحطيت 3/4 كاس زيت. وأنا بعد ما أحب أكثر السكر، حطيت أكثر من نص الكاس سكر، وحطيت مطيبات، حطيت ينسون وحطيت بعد. انتم ممكن تحطون المطيبات اللي انتم تحبونها على حسب يعني ذوقكم. انا احيانا ترى يعني غالبا كنت اسويها ساده ما احط معاها شيء، بس اليوم بما ان عندي كميات كبيره من بعد انفاس فقلت خلي لي احط هذه المطيبات مع الشابوره، تعطيها نكهه مره لذيذه خاصه اليانسون. بديت اخلط البيض خلطه شوي تقريبا كذا يمكن دقيقتين، بعدين حطيت عليها الزيت
خليته بعد نفس الشيء يمكن دقيقة، بعدين حطيت عليه عاد السكر، وبعدين عاد بديت أضيف عليه شوي شوي الدقيق. احيانا انا كنت اسويها زمان من دون هذا الخلاط، كنت احط كل الاغراض بالكاس هذا حق طحونه الطماطم، وبعدين شو اسمه حطه كذا بزبديه، واقوم ازيد عليه دقيق وحركه وخلاص لين اشوف اصل للقوام اللي انا ابغاه. وهي احسن شيء تكون العجينه ثقيله شوي، علشان تعرفون يعني شابوره احسن تكون ناشفه العجينه الخليط يعني. خلاص زي ما انتم شايفين قعدت اضيف شوي شوي من الدقيق، وما استهلكت يعني كل الدقيق، يمكن استخدمت كاس ونص او كاس وثلاث ارباع، الظاهر انه كاس ونص. انتم عاد كذا وانتم تضيفون بالملعقه راح تعرفون يعني انتم القوام، وخلاص توقفون. انت تعرفون يعني المعايير تختلف من شخص لاخر، وانا غالبا اصلا من بتقيد مره بالمعايير، احط كذا على النظر. طبعا انا فاتحه الفرن ومجهزه الصينيه وحاط يعني مجهزه كلش يعني قبل ما ابدا، احب كذا اجهز كل شيء يكون جنبي. هذا هو القوام. طبعا دهنت الصينيه، بمده الحين عاد على الصينية وكذا خليها، حاول اخليه مرة على نفس المقاس يعني، عشان ما تصير يجي لي جزء كبير كذا وجزء نازل، لا بيهم يصيرون نفس المقاس. خلاص الحين ضبطتها في الصينية. والصياني هذه كثير بنات تسألوني عنهم، ان شاء الله بعدين بشتري صياني جديدة، هذه قاعدة ادور شو اسمه، كنت شريتهم انا مرة من الدانوب، مرة ما شاء الله ممتازات، وياخذون والله كمية، وبعدين ما تغيروا صراحة أبدا، مع أني يعني صراحة منب يعني بشوي شوي عليهم، بالعكس يعني قطع عليهم سكينة وكذا، ما يعني أشوفهم ما شاء الله تغيروا ولا تخدشوا. كنت ماخذة ثنتين، الظاهر أن الواحدة بسبعين ريال، ما أذكر صراحة من زمان، أنا شريتهم يمكن قبل خمس أو ست سنين. خلاص الحين زي ما انتم شايفين كذا حركه كذا، واطقه كذا شوي علشان يطلع الهواء ويتواصل يعني كل الخليط مع بعض. حطيت شويه سمسم، لو تحمسونه بعد يمكن يطلع احلى، انا اليوم ما حمسته يعني، او تحطون بعد حبه سوداء مره حلوه. خلاص الحين طلعت من الفرن، احرصوا عليها ترى تتحمر بسرعه يا بنات، وانتم واقفين عندها لا تروحون بعيد، وحتى لما تبدون تقلبونها على الجوانب تراها ما تبطي ابدا، احسن تكونين واقفه عندها بالمطبخ وما تحطين الرف يكون قريب للعين، لا بعديه شوي خلي الرف بالوسط وخليه قريبه منه عشان ما يحرق، ويكون تكون درجة التحمير واحدة يعني، ما يكون جهة متحمرة مرة وجهة محرقة، أو لا لما تكونين يبدأ يتحمر خلاص يتشقر يعني زي التشقير كذا، خلاص سكري عليه أو قلبيه على الجهة الثانية. طبعا نقطعها كذا بالطول، وبعدين أحمرها مع الجوانب، كل جانب أخليها شوي لحد ما يتشقر. مرة يا بنات لذيذة، جربوها. اليوم أنا سويتها بالدقيق البر، وأنا بالعادة أسويها بعد بالدخن، اللي بالدخن بعد ألذ وأخف من اللي بالبر، مرة تهبل. وصراحة كل ما أسويها أخذها معي لأحد لازم أحد يسألني عن الطريقة ويحسبونها والله جاهزة، مرة لذيذة وسهلة وحلوة صراحة وصحية. خلاص الحين بجيب الصينية الثانية علشان اخذ نص الصينية واحطها على الصينية الثانية عشان احمرهم مع الجوانب.
خلاص بصفهم كذا وحمرهم طبعا على الشواية بس. أقول لكم مرة ثانية بنات راه ما تطول أبدا أصلا، من يوم تحطينها بالفرن ما تطول هي، يعني ما تحتاج زي الكيك وقت طويل، لا بسرعة تستوي. تخيلوا بس حطيتها، رحت صليت رجعت لقيتها خلاص تحمرت مع الجوانب، وخلاص فتحت عليها عاد الشواية وحمرتها. عارف صراحة أنا من الناس اللي يضبطون التقطيع، ودي أسويهم مقطعات يعني نفس المقاس، بس إن شاء الله بتدرب يعني على التقطيع، أو أجيب كذا إذا كانت تعرفون يعني فيها قطاعة أو شيء قطع لي نفس المقاس. أنا صراحة ما أعرف يعني، حاولت أكثر من مرة إني أقطع نفس المقاس ما قدرت. هذا هو شكله ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن، خلاص حمرتها وجهزت وحين بصفها بالصينية عشان عاد بالليل كذا نسوي لنا شيء خفيف، شاي حليب أو كذا شاي ونتقهوى عليها ونتعشاها، يعني تكون عشاء خفيف. ممكن بعد تأخذونها مثلا معكم بالطلعات بالاستراحات زيارات، مرة لذيذة وحلوة وسهلة صراحة، ما تبي لها شيء وانت قاعدة تسوين الغداء ممكن تسوينها. ما شاء الله الكمية مرة راهية وتعبي لك صينية كبيرة، هذا مقدار واحد. وبس حبيباتي هذه الشابورة ما شاء الله صارت جاهزة، يلا جربوها وعطوني رأيكم في الكومنتات، إن شاء الله بإذن الله أنها بتعجبكم. اهلا جيتي، كيف الرحله؟ اتجنن. تعال تعالي هنا وريني ايش صار. صحونا اليوم وسونا عندهم رحله من الرياض الخضراء. وشو الرياض الخضراء، مبنى ولا ايش؟ لا الرياض الخضراء مشهور، 7 مليون شجره وكذا ونباتات، تشجير الرياض. حدائق. وعطوت هذه سلام. شو اسمه، الحدائق والحارات والمساجد والمدارس، كل مكان يحطون عنده مدارس. اشجار. قالوا لكم شنو نوع الاشجار؟ ورينا ايش عطاكم. يلا ورينا هوري متابعاتي. اعطونا طريقه الزرع حقت النبته اللي اعطونا. مراحل زراعه النباتات. اعطونا هذه القبعه ان شاء الله. البسيار كبيرة شكله شوي ولا شوي. حلو. يلا هذه النبتة ان شاء الله. اعطاكم نبتة اي نزرعها شوي شوي، نحطها عند التراب ونزرعها عند بيتنا، يعني نحطها برا تمخش. شو اسمه طيب النبتة؟ ما ادري والله، شجرة اللوز الهندي لو سمحتي. فعالية الرياض الخضراء. انتبهي ترى بشوك. هذه شو اسمه، اسمه شجرة اللوز الهندي. حلو. شو اسمه، سويت اول شيء؟ ابي حضرتوا دروس اليوم ولا على طول شرحتوا؟ رحنا ب شو اسمه حصة الإسلاميات، الحصة الثانية. حلو. رحتوا باص؟ رجعنا الحصة بنص الحصة اللي قبل الأخيرة. مرة كانت حلوة، أخذنا من الآيس كريم ماك ما شاء الله أعطاكم. إيه حلو. كنا بناخذ من اللي الكشكات بس زحمة مرة.
معكم معلمة؟ ثلاث معلمات ما شاء الله. لا اله الا الله. اللي تصور استمتعتي بالرحلة؟ اللي ماسكة سناب سناب المدرسة. ايه حلو. صورت فكرتنا حقت الايس كريم حطينا كندرة. حلو. يلا الحمد لله. باقي شيء؟ لا بس. وهذا التوت باك. وريني اياه التوت باك حقتهم. ما شاء الله الرياض الخضراء. ودونا مكان حلو انك شاركتي. دونا مكان كذا جوا فيه شو اسمه شاشات وتلوين. تختارين اللوحة، في لوحتين تختارين كذا شاشة. يلا الحين روحي غسلي وغيري وسويت اليوم الطبق اللي تحبين مكرونة البشاميل. يلا بروح أكمله دام انت تخلصين لابسه و شو اسمه مغسله يعني. يلا يلا مع السلامة. هنا عاد كنت برتب دراج حمودي، كنت مغسله ولا صراحه من امس والدراج وتبي لها ترتيب وتنظيم ومطرقه يعني الملابس مطرقه بس ما حطيتها في الدرج، فقلت خليني أشيلها. عاد كان نايم مسكر النور خبت يقوم. فش اسمها طلعت برا عاد قلت عشان أرتبهم ونظمهم على راحتي. هذه خلاص السلة اللي طرقتها أمس، اليوم عاد بحطهم بالمنظمات حقتهم. المنظمات هذه بنات من شي إن، مرة ما شاء الله جودتهم مرة ممتازة، مقاساتهم حتى حلوة مناسبة يعني للصغار. واحد منهم نحط فيه المهادات يعني اللف ومثلا البربتوزات والأشياء اللي تتسكر، يعني البربتوز هذا الطويل اللي بأكمام نفس الشيء، اللي يعني الملابس اللي تكون طويلة وكاملة بنظم، والشراشف بمنظم، والملابس هذه اللي تكون قصيرة بمنظم الحال. خلاص الحين يعني قعدت ارتبهم. بالنسبه عاد للغسيل، اصلا بنات انا اغسل على يدي يعني غسل ملابس المولود، حتى عيالي لما كانوا صغار ما كنت صراحه احب احط لهم ملابسهم بالغساله، ما ادري يعني انا مره جدا اخاف يعني على الصغار، احس انه مره تو صغير نحط ملابسه بغساله يغسلون فيها الجميع. واذكر يعني من زمان انا عيالي اجيب لهم غساله صغيره، عاد هي يعني روان لراحة البيتها خلاص كيفهم يعني تغسل له بغسالتهم أو تشتري له غسالة خاصة صغيرة، لكن أنا ما أحب أخلط ملابس الصغار مع بالغسالة نفسها اللي يغسلون فيها الكبار. عشان كذا كل الفترة هذه روان عندنا أنا أغسل على يدي، وأحيانا بعد تكون فيها العاملة تغسل الملابس. يعني كنت يعني مريتكم مرة وأنا أغسلها، يعني حطها كذا بطش تنقعها شوي، وإذا كان في بقع مثلا أحط عليها فينش وأفركها، وتعرفون يعني ما يجيها وسخ ذاك الدرجة الملابس حقات الصغار. أنا أغسلها منظف شرطة روان من بيرسل، ما دعد هي ليش اختارت هذا النوع، بس كنا خاصة ظهر الملابس الأطفال. بس خلاص قلت زي ما قلت لكم أغسلهم على يدي وانشرهم، وحتى ما استخدم النشافة. الحين حنا فصل ما شاء الله الصيف ما يحتاج أصلا، ما يجي والله المغرب اللي هم ناشفات وجاهزات. عاد بسم الله عليه بدأ خلاص يعني بعض الأشياء بدأ يكبر عليها، زي هذا البربتوز الطويل خلاص بدأ يصير ضيق عليه، خلاص يعني لازم مقاس أكبر. هذه الظهر مقاس صفر، الظهر حتى أصغر من مقاس من صفر إلى ثلاثة شهور، المقاس حق الولادة أصغر شيء. الحين بتشتري له مقاس الأكبر شوي اللي هو من صفر إلى ثلاثة شهور. والشراشف هذه يا بنات اللي هي المهاد، كثير بعد يجينا أسئلة عليهم، يعني أنا يعني كنت قايلة كل شيء بالفيديو، وهي بعد أنا حطيت لها فيديو وين كله قالت عن المشتريات وقالت على الأشياء اللي هي استخدمتها، وكثير بنفس الوقت ظهر إذا جاء مشتركين جديد جدد يسألون نفس الأسئلة. فأقول لكم إن المهادات يا شيء اشترتها من نيكست وشيء اشترتها من شي إن، بس كلهم ما شاء الله خاماتهم مرة ممتازة صراحة، مرة ما شاء الله شي إن تطور وأشياءهم مرة روعة، بس يبيلك تدققين تبحثين زين وتشوفين تعليقات الناس وتقييماتهم تنتبهين لنوعية القماش، دائما احرص انه يكون مكتوب عليه قطن 100%، لان احيانا يكون قطن بس يكون في نسبة يعني من
انواع ثانيه يعني، يا بوليستار يا مدري وش، في اشياء قريبه صراحه حتى اول مره اسمع فيها. فعشان كذا دائما اي شيء تشترونه خاصه من شيء انا احرصوا يكون قطن 100%. حتى انا علمت وسونه لما تيجي تطلب اقولها شوفي الخامه وشوفي اراء الناس، لازم تكون القماش اي شيء، حتى يعني لو مو بلازم الا ملابس البيبي، لا اي شيء لازم تكون الخامه مريحه، لان حتى البوليستر صراحه اللي عندهم مره حار ما يعجبني ابدا. خلاص الحين تقريبا خلصنا من الملابس، الحين بروح ارجعهم بحطهم بالدولاب حقهم. وهنا خلاص خلصنا، يا حلو الترتيب، يا حلو التنظيم يا بنات، ويا حلو المنظمات هذه صراحة مرة حبيتها. أنا إن شاء الله بإذن الله عد بالأيام القادمة بشارككم إن شاء الله لما أغير الدولاب وسان تبي أشياء زي كذا منظمات. وأنا شفت ما شاء الله أشكال جنن عند إيكيا للمنظمات. هي كانت تقول يا ماما أبغى دولاب جديد، بس صراحة دولابها حلو، أنا مفصلتها عند إيكيا يمكن 3000، بس يبي لها تعديلات، تبي كل شيء يعلق، تقول بكل شيء يعلق. بنروح إن شاء الله مرة وبشتري لها المنظمات. وحتى أنا شفت بعد علاقات مرة حلوة عند شي إن، علاقات البناطيل، علاقات للتيشيرتات، فإن شاء الله بإذن الله بغير لها بالدولاب حقها عشان يكون أكثر تنظيم. تعرفون يعني بنات الصغار لما تيجي تاخذ حاجة تنثل لك كل اللي بالدولاب علشان تطلع الحاجة اللي هي تبيها، فأحسن يكون كل شيء قدام عينهم يعني منظمات وكذا علشان ما يحوسون. خلاص هنا رتبت الدرج اللي فيها الحفاظات الله يكرمكم، والمناديل والأشياء. وبس حبيباتي خلصنا من فقرة حمودي، هذا هو الدرج خلاص صار ما شاء الله مرتب ومنظم. نحط بس اللمسات الأخيرة، رجع المناديل بعد الاستخدام حطهم مكانهم، ورجع النقط حقات الهضم، ورتب المكان، وخلاص خلصنا من هال. نهاية الفيديو عادي بنات، بوريكم هذا العطر اللي أنا اشتريته أمس. هذولي هذا عطر اسمه قصة، هذا جابوا من بناتي لنا بالعيد عيديات، صراحة مرة عجبتنا كلنا يعني، عجبتنا لا عيالي ولا أنا صراحة. فأمس عاد إحنا راح نرجع حاجة من السوق شفته، كان في عندهم عرض، العرض عاد ظهرنا طول السنة يعني، مو إنه فترة معينة. حتى بنتي تقول كان بالعيد هذا العرض، ثلاث عطور، خلي أتأكد لكم بس، الثلاث عطور يطولين العمر ب294، ثلاث عطور يعني تقريبا كل عطر تقريبا ب100 ريال. بس مرة يا بناتي هبة للعطر، كل انواع حقتهم اللي عندهم مره حلوه، حتى الرجالي اللي اخذوا عيالي مره يهبل ما شاء الله، يعني اعرف انهم خلاص طنشوا العطور اللي عندهم، صاروا يحطون من هذا قصه لحد ما خلص. شوفوا انا حقي اللي جاني من بناتي بالعيد صراحه ما تهنيت فيه، ضاع، ما ادري طاح من شنطتي، ما ادري فتره العيد تعرفون الجزران كذا يمكن احد يطلعه من شنطتي، الله اعلم، قضيه ضد مجهول. بس ما خليت مكان صراحه، ما دورته ما لقيته زي هذا. شوفوا جنن الريحة، إذا حابين حطيت لكم بالمنتدى خاصة أنا بفك هذي. هذا العطر الثاني
كل الرواشن جربناها صراحة مرة تجنن. هذا على دهن عود الظاهر. هذا الثالث. شوف حاطين معها مكياج عشان إذا بغيت تهدين حاطينهم هدايا. مرة حلوة الفكرة. نجرب الثالث. هم لهم كشكات كذا بالسوق، بسط السوق تلقون لهم كشكات. هذا الثالث. هذا عادي مرة، لكن هذا وهذا مرة روعة. بس حبيباتي هذا اللي كان عندي فيديو اليوم. يا رب تكونوا استمتعتوا معي بالفيديو. لا تنسون لو كنتوا جداد على القناة انكم تشتركون وتحطون زر الاعجاب عشان تدعمون قناتي، واشوفكم فيديو قادم ومع السلامة.